احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن المسلسل اللي هو كان في رمضان اللي فات، اللي كان فيه انحراف، اللي كان فيه مجموعة من الممثلين المتميزين. كلمني عن المسلسل ده، كان ايه واختيارك كان لروجينا ايه ومحمد لطفي مع بعض؟ ده مصطفى تاني خالص بقى. يعني مصطفى اللي بيكتب كوميدي، اللي هو المسرح محمد صبحي الاجتماعي. مسلسل يعني مسلسل سسبنس وجريمة، يعني قصة. انا فاكر ان في اول بعد عرض اول او تاني حلقات ثالث حلقات، كان في استجواب في مجلس الشعب ان المسلسل يقف، لان المسلسل اشتكوا فيه من القتل والحاجات وكده. انا كان مسلسل، انا كنت عايز اعمل ايه؟ كنت عايز اعمل مسلسل سسبنس مصري، مش امريكاني، مش اللي انا اتفرج على مسلسل رعب واحس ان انا مش على ارض الواقع. بالظبط. فانا انا عملت ايه؟ انا جمعت كل القصص الحقيقيه، يعني المسلسل ده عن احداث حقيقيه، حوادث حقيقيه بجد حصلت، وقررت ان انا اعملها بشكل درامي. فالقصص حقيقيه، هي لمسه الناس، يعني قصه في الصعيد عن الورث، قصه في الارياف، قصه في منطقه شعبيه، قصه في منطقه في كومباوند، يعني كل الجريمه مش بتميز ما بين البني ادمين، يعني ما لهاش تمييز في كل الطبقات وفي كل الحاجات. ممكن تلاقي دكتور بمجرم، ممكن تلاقي، وده انا عملته في البدايه، يعني استاذ الدكتور مشهور جدا كان مرتكب بجريمة قتل، وتلاقي مثلا شخصيه في الصعيد راجل مش متعلم خالص، راجل من خلفيه ثانيه خالص، مجرم. ده اللي انا كنت عايز اعمله في المسلسل. مسلسل مش اجتماعي كوميدي خالص. كان نفسي اغير من جلدي، اعمل حاجه سسبنس واعمل حاجه جريمه بالنكهه المصريه. والحمد لله ان المسلسل يعني عجب الناس، نجح جدا طبعا بشكل كبير. وكان معاك نجوم كبار كمان، فيعني اسمك مصطفى، انا فخور صراحه جدا. ربنا يخليك. اسمك دايما بيقترن بالنجوم الكبار، حتى كتبك، يعني الكتب بتاعتك كانت عامله ترند، كل ما تنزل كتاب ما شاء الله بيطلع ترند وبيتباع منه حاجات كتير جدا. كان في مثلا الكتب الأغلفة بتاعتها دايما بتبقى كوميدية، واسمها كمان بيبقى كوميدي. أيوه. كان في كل الطرق تؤدي لستين داهية. أيوه. وكمان ورحلتي من الشك للشك برضو. أيوه مظبوط. اشمعنى بتختار الطابع الكوميدي ده للأغلفة أو الاسم بتاع الكتاب؟ بص، هو أنا مش روائي. يعني أنا كاتب وكاتب مقالي، يعني أنا بكتب مقالات مش بكتب روايات، يعني مش بكتب قصص. فأنا بالنسبة لي أنا بكتب في البلاك كوميدي، يعني بحب أكتب المقالات اللي هي بتعبر عن المجتمع بس بشكل بسيط وبشكل ساخر بالظبط. فمش يعني مش بكتب روايات. فكان بالنسبه لي ان انا اسهل طريقه ان انا اقدر اعبر بيها عن اللي انا عايز اقوله بطريقه تضحك او بطريقه فيها يعني ايه حزن وضحك في نفس الوقت. وده مثلا، وده اللي موجود على الغلاف. يعني مثلا، يعني شوف وانت بتقرا الاسم عكس خالص الغلاف. الغلاف أيوه. عليه بطه مبهجه جدا وبتاع، وهو دي حياتنا. يعني احنا أيوه. بننكد دايما على اللي بيحصل لنا من احزان ومشاكل وكده، دايما بنحولها النكت. الكتابه فادتني في الدراما، لان انا ما كتبتش للنجوم، يعني انا ما كتبتش مستهدف ان انا اكتب للنجم ده او للنجم ده. انا كان عندي مسرحيه عرضتها على الاستاذ محمد صبحي، كان عندي مسلسل عرضته على الاستاذه روجينا. يعني هي الفكره ان انا الكتابة بقى بتعودك ان انت مش بتفصل عمل للنجوم، لا، انت بتكتب اللي انت مؤمن بيه، اللي انت عايز تقوله، ومن هنا واللي انت حاسه، ومن هنا تعرف تسوقه على اللي انت شايفه يعمل الدور.